أهلاً ومرحباً بكم من جديد. ظلال الأصيل عدد من المحطات المختلفة، وللإبداع مساحة في ظلال الأصيل. أرحب عبر ضيفي القادم وأقدمه بجزء مما كتب: ما بان عليك سفر العمر وفرحان بك كل النجوم. أستاذنا شاعر مدني نخلي، حبابك عشرة. يا مرحب بك ومرحب بكل مستمعي ومشاهدي قناة الشروق. سعيدنا بك ومعاك ومع كل المشاهدين. ندعوكم لمتابعة المساحة القادمة ونعود ونكمل الحوار. حقيقة أنا أعترف إنه حسن أستاذ حسن بابكر هو، ولاحظ الكلمة دي أجيب عندها كثير أو عمل تحتها خط، هو اللي علمني أكتب الشعر الغنائي، وكانت أول أغنية يغنى بيها محمد مرغني كفاية الوحدة ما بقدر طريقك تاني أمشيه، هو أصل العمر كم مرة عشان نهدر أمانيه. العبارة أو العنوان ده أو البطلع بتاع القصيدة دي كان في داخل القصيدة، وأذكر تماما إنه أستاذ حسن قال لي، يعني كان كلمة غريبة منه، قرأ القصيدة قام قال لي يا أخي ده حكم مطلع. نعم. ما قام شلت الكلام، شلت القصيدة ورجعت البيت قعدت أفكر في كلامه. في الحقيقة يعني فكرة الأغنية أنا أول فكرة العامة أنا عملتها كده، لكن هي عشان تتغنى وباختصار شديد لازم هي تكون البداية اللي هي الكونكلوجن بتاع الاول، الخلاصه بتاعت ما يعني ما تريد ان تقول، ما تقوله في الاغنيه. بعد ذاك اعمل تفاصيل غير مخله ما كثيره. المهم انا لقيت تفصيله، عرفت اكتب اغنيه. الرحمه والمغفره لهذا الصوت الشعري المميز. اعود وارحب مجددا بضيفي داخل الاستوديو الاستاذ الشاعر مدني النخلي، مرحبا بك. ودعنا نترحم اولا على روح الشاعر صلاح حاج سعيد، جمعتك بيه تجربه وصداقه قريبه ومميزه. مرحبا بك، والرحمه والغفران والصبر والسلوان لكل الشعب السوداني، ونسال الله ان يتقبل صلاح حاج سعيد قبول حسن. صلاح فنان وشاعر ومبتكر ومجدد، يمكن على نسق كتاباته يعني اتجه كثير من الشباب ومن كتاب الأغنية والشعراء الجدد، ابتكر مفردة جديدة وسرد جديد وفكرة جديدة. يمكن الشاهد على كده من بداياته الأولى انتهان بتجربته الأخيرة مع الراحل مقيم مصطفى سيد احمد. انت نعيت الراحل بكلمات صغير، يمكن هو ما قدر مقامه، لكن من وجعتنا والمنا عليه في ذات الوقت، عدفات زمن البشاشات، الضحكه والقلب الكبير، لون الصباحات المجرتقه بالبشارات والعبير، زمن العيون لا دمع لا خاطر كثير، حس الكلام الإلفة والحرف النضير، عدفات هد حيل الأغنيات البيها عامر الأمسيات، يتم حكاوي الحل لفاها السكات، عدفات وضاع وراك زمن الوسامة واختفى الفرح العلامة، انت أسهد من كتب على دفتر الذكرى الوفا، وانت أتعب من مشى على جمرة الموقف حفا، يا قلبك الطيب وطن لا بعر فكرة لا جفا، يا فارد الأحلام شراع رحلت لا زاد لا متاع، إلا الوداد ومحبة الناس والجمال، مسافة الخطوة الوصال وقصيرة أقرب للمنال، في سكة السفر الخيال للعدفات زمن البشاشات، الضحكة والقلب الكبير، لون الصباحات المجرتقة بالبشارات والعبير، حس الكلام الإلفة والحرف النضير. رحمة والمغفرة لهذا الصوت الشعر المميز. أستاذ مدني، شعراء مصطفى سيد أحمد تجربة عريضة
وعنوان كبير كنت أنت جزء منه. فإلى أي مدى قدم مصطفى سيد أحمد صلاح حاج سعيد للناس؟ طيب هو صلاح حاج سعيد رحمه الله وكان موجود قبل مصطفى سيد أحمد، يمكن في أغنيات بصوت البلابل بصوت الفنان الجميل محمد مرغني، أتمنى له الصحة والعافية والشفاء التام، موجود بصوت الطيب عبد الله في لقيت واقف منتظر، وكانت أغنيات بالتأكيد مفرداتها مختلفة تماما من حيث البناء الفني للقصيدة وطريقة الطرح وجوهر الفكرة. لما بدأت تجربة مصطفى سيد أحمد الله يرحمه، محمد سراج الدين أيضا ربنا يتقبله، التقى مصطفى سيد أحمد في كورس في معهد السنتين في أم درمان، ودار حديث حول التعاون بين صلاح حاج سعيد وبين مصطفى سيد أحمد ولم يلتغيا. الطرح جاي من محمد سراج الدين، والشجر الأليم أول أغنية اللي هو محمد سراج الدين كان أستاذ في معهد الموسيقى والمسرح وملحن وملحن نعم وصديق طبعا مشترك لصلاح السعيد ولمصطفى. في البداية كان هو صديق لصلاح، وبعدين فيما بعد انضم له مصطفى، أصبحوا يعني أصدقاء وأنتجوا العديد من الأعمال. بداية التعامل ده هو الشجر الأليم، وكانت نص مختلف وطرح جديد، ويمكن مباشرة اشترك بها مصطفى في مهرجان الخرطوم تقريبا اللي هو مهرجان الثقافة الثاني على ما أعتقد، ولكن يعني نالت تقريبا المركز الثاني. ويمكن في ذلك الزمان كانت مفردات الغنى في شكل شجن الأليم غير يعني مستساقة، مش عند المستمع، عند العاملين في اتجاه الثقافة والفنون ويمكن لجان النصوص. النص كان غريب في شكله، لكن مصطفى بطموحه وبفهمه لمسألة إنتاج أغنيات مختلفة وجديدة وأفكار جديدة، والطرح بتاع صلاح السيد كان متقدم يعني، وأيضا لحن محمد سراج الدين كان فيه كثير جدا من المفردة الجديدة المختلفة والتفاصيل الموسيقية الجديدة. فاتلاقت كل المفاهيم دي في هذا النص، ومصطفى قدمه بشكل جميل، وللأسف والأسف الشديد لاقى معارضة في البداية، ولكن في أمام لجنة الاختيار يعني بصعوبة شديدة جدا حظي بالمركز الثاني، وده كان يعني بالنسبة في نظر الناس كان خطأ كبير جدا، لأنه يفترض كان يكون هو الأول، لأنه توفرت فيه كل التفاصيل الجديدة والطرح الجديد المختلف اللي بيأهله لأنه يكون أول مهرجان. وهم كانوا مجموعة يطلق عليهم الواعدين، فيهم اللمين عبد الغفار الله يرحمه والخالي رمضان حسن، لا رمضان حسن لا ما جيلهم، الواعدين ديل شباب اللي هم جيل مصطفى سيد أحمد الفاتح جميحة، وكان في أيضا خوج العثمان الله يرحمه، و معهم الخالد أيضا اشترك واللمين عبد الغفار، واستطاعوا أن يطرحوا أغنيات جديدة ومفاهيم جديدة من خلال هذا المهرجان. وكان المقصود به أنه هؤلاء الواعدين يعني هم امتداد للجيل اللي قبلهم، جيل الفنانين بتاع الوسط اللي هم يمكن كان فيهم الراحل المغيم عثمان حسين وابراهيم عوض ووردي، دي الامتداد كانوا. ف يعني التجربة كان من بدايتها كان حولها لغط كثير جدا، وحولها يعني غرابة في الطرح، لأنه حتى لجنة النصوص في ذلك الزمان رفضت عدة أعمال لشعراء من شعراء بسبب المفردات الغريبة، بسبب المفردات الغريبة، وأحيانا بيكون في تفسير فيه نوع من يعني المبالغة إنه الكلام ده والله فيه إسقاط سياسي والكلام ده. وكان في يعني أنا تحضرني إنه في ثلاث أغنيات اللي هي ضليت تقريبا لقاسم ابو زيد بحييه من هنا، وفي عينك عشان باكر النص بتاعنا، وفي يضلنا يحيى فضل الله الجميل يحيى فضل الله برضه بحييه في غربته، اتمنى له عودا حميدا. فهذه رفضت جمله وتفصيل
وتوضع عليها الختم بتاع لجنة النصوص اللي هي بيأكد له أغنيات غير مجازة. شوف في ذلك الزمان، فإذا به في فترة وجيزة من استخدام يعني مصطفى سيد أحمد لمفردته الموسيقية الجميلة وصوته القوي، استطاعت هذه الأغنية أن تجاز من 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 قبل شعب كامل، شعب السودان يعني. جميل. للأسف يعني مصطفى سيد أحمد غنى عدد من الأغنيات، واللي ذكرت أنت قبل شوي أنه كان عندها نوع من الرمزية ومفردات متجددة. نعم. إحنا بندعوك وبندعو كل المشاهدين نتابع البت الحديقة، وهي واحدة من كلمات خطاب حسن أحمد وأداء معمر خليل. حبتي البت الحديقة، حبتي البت الحديقة، فاردة انسان في طريقه شايلة الوان، حبتي البت الحديقة. حتجل من بدر جاء من ظلامات السكان، حتجل تحدث بريقة ضجة تطفو في المكان، حتجل من بدر جاء من ظلامات السكان، شايلة قمرين في عيون بجبونه، شايل قمرين بعيونه فاتحة ليلين، بجبونه طاوية سحاب انتمت لفجر فات، تنتمي لعصور جديدة حتى جلبت الحديد. حتجي البنت الحديقة، البريدة ضحكة منتصرة وعنيدة، أملة مزدهرة وجديدة، ناكشة في الظلوميات، تجل بنت البريدة ضحكة منتصرة وعنيدة، أملة مزدهرة وجديدة، ناكشة في الظلوميات، حتجل من بدر جات ناسفة أزمان الثبات، حتجل من بدر جات ناسفة أزمان الثبات، وصفة للناس الطريق للعصافير الجهاد، للناس الطريق للعصافير الجهاد، حتى جل بنت الحديقة، حتى جل بنت الحديقة.
الحديقة حتى جلبت الحديقة فأردى أنسام في طريقه شايلة ألوان تجي البت الحديقة ضاحكة منتصرة وعنيدة. هذه المفردات كانت جديدة على مستوى الساحة الشعرية وعلى مستوى الأغنيات. أستاذ مدني النخلي خطاب حسن أحمد أحد شعراء مصطفى سيد أحمد وكان برضو جبي مفرداته الجديدة. نشوف برضو تجربة خطاب حسن أحمد. يا أخي رحمه الله رحمة واسعة تقبله الحسن. خطاب حسن أحمد هو يعني مسرحي ودرامي وشاعر. هما مجموعة معهد الموسيقى ذلك الزمان خطاب حسن أحمد يحيى فضل الله قاسم أبو زيد جمال حسن سعيد هم مجموعة من الشباب في ذلك الزمان تمردوا على الشكل السائد في بناء القصيدة الغنائية أيضا يعني ناصروا كثير جدا في ذلك الزمان كان مايو ناصروا أي تطلعات للتغيير من خلال طرحهم يعني خطاب عنده أغنيات عند الفنان الجميل أبو عركي من هنا أنا بحييه واتمنى له الصحة والعافية أغنيات جميلة جدا وعنده عند مصطفى سيد أحمد البت الحديقة وأيضا يحيى فضل الله عنده مجموعة من الأغنيات حبان للجوة ما تخنت قاسم أبو زيد عنده كمية من الأعمال سافر الدفقي وعنده يعني يمكن مع محمود عبد العزيز ايضا اقمار الضواحي وكلها اعمال كانت في اتجاه شعر المقاومه الرمزي يعني يمكن في ذلك الزمان هي الثوره المباركه دي الان جزوتها امتدت من هذا الغناء وهذا الصهيل اللي كان مهموم به افراد من ابناء هذا الوطن اللي هم يعني كانوا في ضيق شديد جدا من حركتهم ولكن استطاعوا ان يوصلوا اصواتهم من خلال طرحهم الشعر ومن خلال اغنيات لمصطفى سيد احمد فهي المفرده الرمزيه وجدت مكانها منذ ذلك الزمان وبدت يعني اجيال كثيره من او الشباب من الاجيال الجديده يكتبوا في ذات السياق على سيرة الكتابة كتبت شنو انت اخر حاجة الرمزي. والله انا في عندي اعمال يعني يمكن ما وصلت للناس لكن نقرا منها جميل من انطق المرمر على حلو الكلام وابهر حروف اتخيلت جوهر تجلت في الحقيقة وهم فراغ الصورة والمضمون غرور الخاوي لا اكثر وما اكذب حديث العاشق المتهون بمر الحنضل المعسول حقيقة الدمعة لما تسيل بتفضح نظرة المكحول لا فجرا كذوب مأمول ولا الكلمة التراوق حب بتشفي وتنفع المعلول خيوط الريشة لما تبين بصدق اللون على اللوحة جمال الفكرة في معنى بحس الكلمة لو أوحى أسف صدق الحقيقة الزاب حنين الروح من جرحه وضح ما كان موار الزيف بكى التمثال على المسال وزابت فكرة الصلصال فيا أسفا على الصورة رماها الريح على الأطلال وخطيتك قلب مجروح دمع مسفوح ولا باب الخروج أقرب تصوري لا معاك الحل ولا غيرك درب مهرب وصيت الحل إذا تعذر يكون عندي الفراق أرحب فلا حلو الكلام أبهر حروف تخيلت جوهر تجلت في الحقيقة وهم غرور الخاوي لا أكثر يا سلام شكرا يا أستاذ ده حبيك الله يبارك بالعودة لمصطفى سيد أحمد خليني أتذكر ذكريات حفل الدوحة الشهيرة نتذكر مع بعض ما حدث في ذلك الحفل الخالد في الذاكرة ونلحق هذا السؤال بسؤال آخر هو خلود
أغاني مصطفى سيد أحمد وكلماته إلى اليوم؟ طيب أنا في اللحظة دي هنا بحيي الدوحة وحيي الشعب القطري والقيادة القطرية. واحدة من المحطات الهامة جدا، والشعب السوداني والشباب الجميلين الموجودين في الدوحة واللي مقيمين اللي وقفوا وقفات يعني جميلة مع الراحل مصطفى سيد أحمد، ويمكن لا يتسع المجال لذكر كل الأسماء، ولكن يعني الدوحة كانت محطة في ظرف مصطفى الصحي صعب جدا. برغم ده هو كان بينتج وكان بيلحن وكان بغني، ويمكن في الدوحة يعني ولدت أغنيات كثيرة جدا وتموثقت وتعملت في عدد من الحفلات والمناسبات الصغيرة. يعني يمكن الحفل بتاع فيديو سنتر الأول وفندق رمادة، وقبله كان فندق الواحة، وللمصادف أنه أيضا قبل رحيله ختم وجوده في الدوحة وحياته بحفل في فندق الواحة أيضا اللي هو حفل عيد الاستقلال، وكان ده يعني آخر حفل اللي غنى فيه مصطفى ورحل. كانت هذه الحفلات هي ملاذ للسودانيين المقيمين هناك، وكانت حفلات راتبة، مصطفى بيقدم فيها جديده وفي نفس الوقت بيقدم القديم مع فرقة ممتازة جدا، وفرقة يعني أنا من هنا بحييهم، يمكن كان على رأسهم برضو أخونا عبد المنعم الفكي، هو عازف الإيقاع اللي لازم مصطفى فترة طويلة، وفي أخوان كثيرين جدا طبعا لا يتسع المجال لذكرهم من العازفين، منهم ياسر القصاص أنا بحييه برضو أينما كان فترة طويلة ما شفناه. وكانت مجموعة مصطفى يعني عكف على تجويد الأغنيات معهم، برغم صعوبة الطرح الموسيقي بتاع مصطفى لكن استطاعوا انهم استوعبوا الفكرة. استوعبوا نعم. ويعني يمكن في الفترة الأخيرة هو يعني حتى إمكانية الوقوف عشان يغني حتى في الحفل الأخير، يعني واحد من أقاربه توفى الله يرحمه السير سلفاب حلف عليه انه يقعد في كرسي لأنه حس بأنه اتهالك وما قادر يجيب، وغنى بشجن عميق جدا في حفلة الواحة، وغنى أغنيات يمكن من ضمنها عز في هواك وهي الأغنية الوطنية المعروفة، غناها مرتين في بداية الحفل وفي نهايته. فكانت يعني أيامه مبهجة جدا للسودانيين، وبالنسبة له كانت فيها مجهود كبير جدا، وكان بعاني من ظروف صحية يمكن متشابكة كل مرة، يعني بتفرز واقع جديد يعني. ورغم ذلك لما انقطع يعني رسائله مع الناس هنا ومع أصدقائه، وكان على التواصل مع أخواننا ساري محمد علي ويحيى فضل الله وقاسم أبو زيد، وحتى يمكن تقريبا تواصل معه العاطف خيري، ويمكن في الزمن ذاك ملتقوا أيضا حميد رحمه الله أيضا تواصل معه من خلال يعني يمكن تلفونات، وكان في أمنيات إنه يعني حميد بالذات يجي ويقيم في الدوحة عشان يلتقوا أكثر، لأنه كان في المرحلة الأخيرة من حياته قدم العديد من الأغنيات لحميد، أغنيات جميلة جدا ظلت خالدة إلى الآن. جميل. الشقة الثانية للسؤال هو شنو سر خلود مصطفى سيد أحمد رغم هذه السنوات من الرحيل؟ طيب هو الحقيقة الطرح وقوة المفردة والاهتمام وتجويد العمل الفني والخروج من دائرة التقليد اللي كانت سائدة في ذلك الزمن. يعني الأغنية كانت محدودة، يعني يمكن حتى الموسيقيين بيعرفوا أنه ما بذل فيها جهد كبير جدا عشان تطلع من الإطار بتاع سودانيته، وإن كان الراحل العظيم محمد وردي استطاع أن يقدم الحزن القديم وبناديها، واستطاع أن يقدم يعني الود بموسيقى لموسيقار الراحل، يعني هو السودان حقيقة أنا لا أستحضر اسمه، لكن مين كده رايدر، شفت كيف هو أندريا رايدر، أندريا رايدر سوري، يعني التوزيع كان مختلف، والفنان الجميل وردي برضو عكف على أغنيات خرجت للناس بشكل تفاصيل جميلة جدا وبطرح يمكن أضاف لها. حتى إحنا عن قرب في القاهرة في ذلك الزمان كان عبد الحليم حافظ وكان أم كلثوم وعبد الوهاب،
فكان الصوت السوداني منافس من خلال هذا الطرح. يعني في العمل ده بتاع الود تقريبا اتعمل في القاهرة وكان مسار إعجاب عدد من الموسيقيين، فبدت يعني حركة التطور يمكن من بناديها. وإذا تكلمنا عن النص في تقديري الشخصي بدت من تجاني سعيد اللي هو عنده مفردة مختلفة جدا مع وردي كنت ترحل ومن غير معاد، بدت يعني أغنيات جديدة وكلمات مستندة إلى يعني قراءات وتحصيل من شعراء تأثروا بما حولهم من يعني شعر غنائي وغير غنائي. يعني في ذلك الزمان كان أحمد فؤاد نجم، كان في عبد الرحمن الأبنودي في القاهرة، يعني يمكن ديل يشار لهم. ده إذا استثنينا إنه في لبنان كان في فيروز وكان في الرحبانيات، أعمال كانت مختلفة وجميلة جدا، فكان السودان بواكب في ذلك الزمان. فجاء مصطفى الله يرحمه أضاف مفردة مختلفة وأضاف صوت جديد وأضاف أداء مختلف، وحتى يمكن شهد ناس من غير السودانيين بأنه ذلك الصوت يعني الجميل الحزين المترع بالشجن، يعني صوت مؤدي ببراعة. ده يمكن يعني سر التفوق وسر الخلود. الآن عدد من الراحلين الفنانين يعني سيرتهم موجودة بين الناس، لكن الاحتفاء الكبير بمصطفى السيد أحمد في كل يوم 17 من الشهر لعدد من الشباب المحبين، وحتى الراحل المقيم صلاح السعيد يعني شباب جو من نيالة زاروا، في شباب قاعدين خارج السودان في السعودية أيضا يعني تواصلوا معاه على أساس أنه يتأكدوا من صحته والمطلوب شنو يعملوا شو من أجله. كل الأشياء دي جات نتاج يعني عظمة الطرح والهم الكبير هم الوطن. يعني الفنان المهموم بوطنه بالضرورة يعني يستحق أن يلتف حول أبناء وطنه. أما الغناء التقليدي العاطفي الراقص وكذا دي مسائل أنا بعتبرها شخصية، وهي بتهم الناس فعلا وعندها يعني قصصها وعندها تفاصيلها وعندها موسيقى جميلة، لكن الغناء للهم العام وللوطن والغناء للحرية وللسلام وللجمال دي أغنيات يعني كل من تغنى بها نال احترام هذا الشعب. جميل. إن كان عندك نص أخير ممكن نهديه للسادة المشاهدين. جميل. طيب شكرا يا هم، شكرا يا هم يا معايا وواقف تتفرج للحق المايع وتبرج في أسف الروح اللي تدحرج في زمن اللعنة اللي تبهرج مسفوح الدم والعيشة مغم مرقنا نكوس في الغربة اللم لا حب لا أخ لا خال لا عم وهو جاري البحث لمتين نتلم آسف يا صوت مبحوح وأسير عذرا يا ريد مجروح وكثير الفكرة طشاش والأمر خطير خليك في الرف أو موت في الصف أحلامك دوب واتخطفت كف أفتح عينك لو شايف شوف شكرا يا ليل ساتر مكشوف للبيع وسواق اللحم الحي سراق اللقمة البغدر بي الشال عديل ورماها حدي الشوف غباش وطشاش وهام والدان عديل موج الهدام ورانا لهيب والموت قدام واسبلنا الجفن على الأحلام وقفنا وقوف ونهضنا سلام لرضينا ظلم ولا روح تنضام كتشنا الزيف وهوى النظام نرجاك عشم وغنانا صهيل زمنك بي وما مستحيل اقطع رحت غيمتك وسيل ظهريه بالزين والعديل زمنك بي وما مستحيل. شكرا استاذنا بدر النخلي، كتر خيرك، نورتنا وشرفتنا في ضلال الاصيل. شكرا، مرحب بك ومرحب برواد قناة الشروق. كتر خيرك. دي كانت مساحتنا الإبداعية الأخيرة من ظلال الأصيل لهذا اليوم الذي تنقلنا فيها عبر عدد من المحطات المختلفة.